السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبابي وأصدقائي ومتابعين تامر التوني على قناة كن فيلسوفا مع التوني. بإذن الله شباب، النهاردة هنشرح مادة المنطق بالنسبة للصف الثالث الثانوي، وهتكون البداية النهاردة بإذن الله، بس هتكون البداية مختلفة لأن المنطق السنة دي حلو. المنطق السنة دي يحتاج تفكير عقلاني فشيخ، لازم تفكر بطريقة جامدة قوي، لازم تفكر بطريقة جحد قوي عشان تقدر تحل اي سؤال يجيلك اخر السنة يا نطع. لو انت ما شغلتش دماغك اكنك ما ذاكرتش، اكنك ما فهمتش، اكنك ما حفظتش اي حاجة. نبدأ بقى درسنا عشان ما اطولش عليكم، عشان انا كده شكلي طولت عليكم. يلا بينا يلا بينا. بص بقى يا شباب، أول موضوع في المنطق بيتكلم عن حاجة اسمها الاستدلال الاستقرائي وتطبيقه في العلوم الطبيعية. أول حاجة في المنطق بتتكلم عن حاجة اسمها الاستدلال الاستقرائي وتطبيقه في العلوم الطبيعية. الاستدلال الاستقرائي وتطبيقه في العلوم الطبيعية. بس حضرتك أنا عايزك تفهم كده بعض المصطلحات عشان نخش على الدرس بصدر مفتوح، عشان تفهم المنطق كله او عشان تفهم الباب الاولاني بس، لازم كده في بعض المفاهيم تركز عليها وتفهمها. يعني مثلا يعني ايه استدلال، يعني ايه كلمة استدلال، يعني ايه كلمة منطق، يعني ايه كلمة استقراء، يعني ايه كلمة استنباط، يعني ايه كلمة حجة، يعني ايه استدلال ومنطق واستقراء واستنباط وحجة. لازم أن تفهم المفاهيم دي عشان دي الأساس بتاع دروسنا أو بتاع الباب الأولاني كله. طب نمسكها واحدة واحدة وبشويش بشويش وبالراحة بالراحة. يعني إيه كلمة منطق؟ المنطق مش يخبطك على دماغك يا ناطع تقع ما تحطش منطق، لا. المنطق له تعريف يقول لك إن المنطق هو العلم الذي يهتم بوضع القواعد العامة للتفكير السليم. المنطق هو علم يهتم بوضع القواعد العامة للتفكير السليم. يعني المنطق أنا بستخدمه عشان ما أغلطش، المنطق أنا بستخدمه عشان أعرف أفكر كويس. يبقى هنا يعني إيه منطق يا باشا؟ المنطق هو العلم الذي يهتم بوضع المبادئ العامة للتفكير السليم، أو المنطق هو العلم الذي يهتم بدراسة المناهج والمبادئ المستخدمة. المنطق هو العلم الذي يهتم بدراسة المناهج والمبادئ المستخدمة في تمييز التفكير الاستدلالي الصحيح عن التفكير الاستدلالي غير الصحيح أو الخاطئ. يعني المنطق بيخليني أميز ما بين تفكير صح وتفكير غلط. يبقى هنا منطق يعني علم بيهتم بوضع القواعد العامة للتفكير السليم. يعني المنطق بيخليني مغلطش، المنطق بيخليني مغلطش. وأول حاجة المنطق هو العلم الذي يهتم بوضع القواعد العامة، يعني بيحط لي المبادئ اللي أنا من خلالها بفكر عشان ما أقعش في الغلط. زي مثلا القرآن، ربنا خلق الإنسان وحط له حاجة اسمها قرآن، يعني منهج، يعني مبادئ يمشي عليها، نفذها بطريقة صح يخش الجنة، ما نفذهاش يتفحت يتفشخ في النار. قشطة يا معلم. يبقى هنا المنطق هو العلم الذي يهتم بوضع القواعد العامة للتفكير السليم، يعني المنطق ما بيغلطنيش. ليه تعريف تاني يا مستر؟ اه يا باشا، هو العلم الذي يهتم بدراسة المبادئ والمناهج، علم يهتم بدراسة المبادئ والمناهج المستخدمة في تمييز التفكير او التمييز الاستدلال الصحيح والاستدلال غير الصحيح. خلاص كده يا شباب، ده تعريف المنطق. طيب يعني يا مستر استقراء؟ لا، نمسك الاول الاستدلال. يعني ايه استدلال؟ هقول لك يا نطع، الاستدلال له تعريفين. الاستدلال له تعريفين. الاستدلال اول تعريف هو انتقال من شيء معلوم الى شيء مجهول. الاستدلال هو انتقال من شيء معلوم الى شيء مجهول. حضرتك ماشي في الشارع لقيت واحد مقتول، يبقى اكيد كده بالفقاقة في واحد غزه،
يعني قتلوا. يبقى هنا انا شايف المعلوم قدام المقتول، فبدور على المجهول اللي هو القاتل، والقاتل خلي بالك منه. يبقى ده اسمه استدلال. يعني ايه استدلال؟ هو انتقال من شيء معلوم الى شيء مجهول. طب يا مستر توني، الاستدلال له تعريف اخر؟ ايوه يا نطع، يقول لك الاستدلال هو انتقال من مقدمة او اكثر الى نتيجة تلزم عنها. الاستدلال هو انتقال من مقدمة او اكثر الى نتيجة تلزم عنها. يعني الاستدلال يتكون من مقدمات تلزم عنها نتيجة. طب اديني مثال على الاستدلال. هقول لك مثلا يا نطع، الحديد يتمدد بالحرارة مقدمة، النحاس يتمدد بالحرارة مقدمة، الصفيح يتمدد بالحرارة المقدمة، البنات تتقدم بالحرارة مقدمة. يبقى إذن النتيجة كل المعادن تتمدد بالحرارة، ده اسمه استدلال. يبقى هنا يا شباب الاستدلال له تعريفين: انتقال من مقدمة او اكثر الى نتيجة تلزم عنها، او هو انتقال من شيء معلوم الى شيء مجهول. ده تعريف الاستدلال. نيجي بقى على الاستقراء. الاستقراء يا شباب حاجة او علم بستخدمه او بطبقه على العلوم الطبيعية. الاستقراء هو علم انا بطبقه على العلوم الطبيعية. يعني يا مستر العلوم الطبيعية؟ هقول لك يا باشا العلوم الطبيعية التي تعتمد على المنهج التجريبي. طب المنهج التجريبي بيعتمد على ايه؟ بيعتمد يا توني على تجربة ثم مشاهدة ثم ملاحظة. يبقى اذا يا توني انت عايز تقول لي ان العلوم الطبيعية انا بستخدمها على الواقع؟ عايز تقول لي يا توني ان العلوم الطبيعيه ديت انا بستخدمها لما تبقى قدام عينيا؟ عايز تقول لي يا توني ان العلوم الطبيعيه ديت عباره عن وقائع وظواهر محسوسه وملموسه؟ طب يعني ايه العلوم الطبيعيه يا توني؟ هقول لك يا باشا زي علم الفيزياء، علم من العلوم الطبيعيه، زي علم الكيمياء، علم من العلوم الطبيعيه، زي علم الاحياء، علم من العلوم الطبيعية زي علم الفلك، علم من العلوم الطبيعية. يعني فيزياء وكيمياء واحياء وفلك دي علوم طبيعية؟ ما العلوم دي كلها يا باشا بتعتمد على تجربة ومشاهدة وملاحظة. العلوم دي كلها يا باشا بتعتمد على الواقع الفعلي. تعتمد على الايه؟ الواقع الفعلي. بتعتمد على السوق ايه؟ مادة الفكر او مادة الشيء. العلوم دي كلها يا باشا كلها وقائع وظواهر محسوسة وملموسة، يعني حاجات كلها قدام عينيا. تمام. طيب ما قلتليش برضو يعني ايه استقراء. الاستقراء يا باشا هو انتقال من حالة فردية الى حالة كلية. انتقال من حالة فردية الى حالة كلية، يعني بمشي او بنتقل من حاجة جزئية الى حاجة كلية، يعني حاجة خاصة الى حاجة عامة. طب اديني برضو مثال يا توني على الاستقراء. هقول لك يا باشا مياه، او اقول لك نهر النيل مياه عذبه، نهر الفرات مياه عذبه، نهر المسيسيبي، نهر المسيسيبي مياه عذبه. يبقى اذا جميع الانهار مياه عذبه. ايه اللي حصل؟ انتقلنا من حاله فرديه الى حاله كليه. يبقى ده اسمه استقراء، بستخدمه وبطبقه على العلوم الطبيعية. بستخدمه وبطبقه على العلوم الطبيعية، ده اسمه استقراء. في حاجة يا شباب اسمها استنباط. ركز عشان في فروقات ما بين الاستنباط والاستقراء. هقولك يا باشا الاستنباط هو تفكير عقلي مجرد. يعني الاستنباط بيتم في عقلي. الاستنباط يلا بيتم فين؟ في عقلي. طب الاستنباط ده بهتم بالمادة ولا بالصورة؟ لا بهتم بالصورة. ليه؟ لان هو بيتم فين؟ فعال. طب تعريف الاستنباط تاني؟ التفكير العقلي المجرد. طب هل الاستنباط ده بطبقه على الواقع الفعلي؟ لا ما بطبقوش على الواقع. ليه؟ الفعلي، لان هو تفكير عقلي ايه؟ مجرد، بيطبق جوه دماغي، يعني بيهتم بصورة الفكرة، بيهتم بصورة الايه؟ الفكرة. طب الاستنباط ده زي الاستقراء؟ الاستقراء كماله يعني؟ الاستقراء يا باشا بينتقل من خاص الى عام. الاستقراء بينتقل من حاله فرديه الى
حالة كلية. أما بقى الاستنباط عكسه، بينتقل من العام إلى الخاص، يعني بيبدأ بمقدمة كبيرة وينزل بإيه؟ بنتيجة صغيرة، بينزل بنتيجة إيه؟ صغيرة. يعني الاستنباط تاني، الاستنباط بينتقل من العام إلى الخاص. الاستنباط بينتقل من العام إلى الإيه؟ إلى الخاص. زي مثلا لما أجي أقول لك بقى كل البنات معفنين، دي مقدمة. أنا آسف يا رجالة، معلش قلبي يا قايا، بهزر معاكم عشان عارف ان في ناس بأمصع. المهم كل البنات معفنين، يبقى نعمل كده ايه النتيجة؟ اذا سلسبيل معفنة، اذا سلسبيل ايه معفنة، يبقى انا انتقلت من عام الى حاجة اسمها خاص، من عام الى حاجة اسمها ايه خاص. يبقى هنا الاستنباط بينتقل من تاني، بينتقل من عام الى خاص. يبقى هنا الاستنباط يعني تفكير عقل مجرد، استنباط يعني تفكير عقل ايه مجرد. طب يا مستر توني الاستنباط بستخدمه فين؟ اقول لك يا باشا الاستنباط بستخدمه في علمين، علم اسمه علم الرياضة اللي هو الرياضة بتعتمد على التفكير العقل المجرد، وعلوم الرياضة علوم يقينية، علوم مالها يقينية. زي مثلا فور اكزامبل كده، لما اقول لك 1 + 1 بيساوي كام يا بقفة، هتقول لي 2 يا مستر. طب 1 + 1 بيساوي كام بعد 50,000 سنة؟ انت اتجننت ولا ايه؟ بعد 50,000 سنة 1 + 1 برضو هيساوي 2. يبقى اذا علم الاستنباط علم يقيني، عكس مثلا الاستقراء اللي هو بيعتمد على علم الفيزياء والكيمياء والاحياء. دايما العلوم الطبيعيه عكس العلوم الاستنباطيه اللي هي بتعتمد على صوره الايه الفكره. العلوم الاستقرائيه يا شباب هي علوم احتماليه ترجيحيه، يعني الاستقراء علم احتمالي ترجيحي، اما الاستنباط فهو علم يقيني. علم يقيني 1 + 1 بيساوي 2، بعد 50,000 سنة 1 + 1 بيساوي 2 برضه يا معلم. طيب علم الاستقراء لا، ده علم احتمالي ترجيحي، احتمالي ترجيحي يعني لا يصل لدرجة اليقين، لا يصل لدرجة الايه اليقين. هقول لك يا باشا مثلا عايزك تحسب لي درجة الحرارة على كوكب الزهرة كمان 50,000 سنة، هتقول لي احتمال ولا يقين؟ لا، هتقول لي يا مستر احتمال درجة الحرارة توصل لألف درجة مئوية. يبقى هنا العلوم الطبيعية علوم احتمالية، أما العلوم الرياضية فهي علوم يقينية. نرجع تاني، يبقى هنا الاستنباط بستخدمه على الرياضة أو بطبقه على الرياضة، وكمان بطبقه على علم تاني يا شباب، علم اسمه علم المنطق. عارف تعريف المنطق؟ هو العلم الذي يهتم بوضع القواعد العامة للتفكير السليم. يعني إيه منطق؟ علم يهتم بوضع القواعد العامة للتفكير السليم لكي يميز ما بين تفكير أو استدلال سليم واستدلال غير سليم. تمام كده يا شباب؟ ده كان تعريف الاستقراء والاستنباط. طيب يعني ايه كلمة حجة؟ يعني ايه حجة يا شباب؟ يعني ايه حجة؟ الحجة هي مجموعة من القضايا يطلق عليها مقدمات، واحدة منها نتيجة. الحجة مجموعة من القضايا يطلق عليها مقدمات، ها تلزم عنها نتيجة. أو الحجة تعريف تاني، نتيجة تلزم عن مقدمات، ده تعريف الحجة. نتيجة واحدة تلزم عن حاجة اسمها مقدمات، نتيجة واحدة تلزم عن حاجة اسمها إيه مقدمات. يبقى الحجة هو نتيجة واحدة تلزم عن مقدمات. قشطة يا معلم، ده معنى كلمة الإيه الحجة، ده معنى كلمة يا جماعة الإيه الحجة. كان لازم اديك مقدمة عن الباب، كان لازم تعرف يعني ايه منطق، كان لازم تعرف يعني ايه استقراء، كان لازم تعرف يعني ايه استنباط، كان لازم يعني تعرف يعني ايه استدلال، كان لازم تعرف يعني ايه حجة. الكلام ده يا شباب هو اساس الباب الاولاني، الكلام ده يا شباب هو اساس الباب الاولاني. باذن الله يا شباب بكرة هنزل لكم اول باب في المنطق، عايزكم بقى تركزوا معايا عشان خاطر
السنة دي محتاجة تفكير، مش محتاجة تطبيل، محتاجة تفكير مش محتاجة إيه تطبيل. وحاجة تانية يا شباب، في خاصية أنا عاملها جديدة اسمها توني أونلاين، على برنامج اسمه برنامج الزوم. في بعض الطلبة طلبوا مني: يا مستر معلش إحنا محتاجينك تشتغل معانا أونلاين مباشر. فقلت مفيش أي مشكلة، فهشتغل معاهم. واللي حابب ينضم ويبعت لي رسالة على الواتس بتاعي، وبإذن الله أدخله معانا في خدمة الزوم ديت اللي هي خدمة توني أونلاين، مفيش أي مشكلة. في حاجة بقى تانية حبيت أوضحها، في ناس بتقول: يا مستر وانت مش هتشتغل يوتيوب؟ لا يا حبيب قلبي، انا شغال يوتيوب، انا يا حبيبي شغال يوتيوب، مفيش مشكله، هنزل المنهج كله على اليوتيوب. بس في ناس طلبت كده، في ناس عايزه ان انا اتابعها على طول، اتابعها باستمرار، نحل مع بعض اسئله، نحل مع بعض تدريبات، مفيش اي مشكله، فانا هشتغل معاهم. انتوا عارفين يا شباب ان انا قلت على اليوتيوب ان انا هعمل بثات مباشره كتير، وعملت بثات مباشره كتير، كنت كل يوم بعمل بث مباشر، ما بلاقيش حد بيخش، وبلاقي بعض الاستهبال والاستهتار، فبطلت اعمل البث المباشر. ففي ناس: يا مستر يقول لا يا مستر احنا محتاجينك على برنامج الزوم. فانا ما عنديش اي مشكله ان انا اشتغل معاهم على برنامج الزوم. ففي ناس الاسئله اللي بتجيلي: يا مستر انت هتوقف يوتيوب؟ لا حبيب قلبي، انا شغال على اليوتيوب، مش هوقف حاجه خالص، شغال زي ما انا على اليوتيوب، ما تقلقش، وهخلص لك منهجك على اليوتيوب حبيبي. دي النقطة اللي أنا كنت حابب أوضحها، نقطة كنت حابب أوضحها للناس كلها، إن أنا مستمر على اليوتيوب، واللي عايز مستر توني على الزوم يبعت لي رسالة على الواتس أقول له كل التفاصيل. طبعا خدمة الزوم، خدمة توني أونلاين، هتبقى باشتراك، بس اشتراك بسيط مفيش أي مشكلة. خلاص يا شباب، أشوفكم إن شاء الله في الحلقة اللي جاية، هنبدأ إن شاء الله منطق، عايزكم تركزوا معايا. السلام عليكم.